جل الإله في وصفها في قرآنه فقال ادخلوها بسلام آمنين. إنها مصر الحضارة، مصر التي في كل يوم إنجازات جديدة متميزة للقائد الزعيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعالوا معنا لنرى هذا المشهد النوراني الذي يميز قيمة هذا الرجل الذي يعمل لصالح المجتمع المصري. بالنسبة للسيد نايف محمد فاتون، هو رجل جارنا ورجل منا أهلنا، والله هو برضه رجل ما يتأخرش في أي مصالح. بالنسبة للبلد هذا يكسر في الساحل لنا هنا. ما بين الرجاء والأمل تواصلت مسيرة العمل، وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل. كان لزاما على مصر أن تقطعه برغم المخاطر، وأن تطوي المسافات لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات وتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخها المعاصر. نائب محمد غلوب، ماذا قدم لأهالي فقوس وحقائق غائبة عن أهالي فقوس؟ نشوف التقرير الأول ثم نعود إلى النائب محمد غلوب في مجلس النواب. شكرا لاحترامك الوقت والسيد النائب محمد غلوب. تفضل يا محمد غلوب. الراجل يعني طالب الكلمة من زمان، بس انا لان هو حبيبي فبضغط عليه. تضغط عليه شويه يا ابو، بس ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد رسول الله. وشكرا لاحترامك الوقت والسيد النائب محمد كلوب. تفضل يا محمد كلوب. الراجل يعني طالب الكلمة من زمان، بس انا لان هو حبيبي فبضغط عليه. تضغط عليه شويه يا ابو، بس ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. لا لا. النائب محمد كلوب، دائرة فقوس، ماذا تدور خلف جدران مدينة فقوس؟ ومعنا اتصال. الو الو، معنا سيادة النائب محمد غلوب. محمد كلوب، ازاي حضرتك يا فندم؟ الو الو، مساء الخير. ايوه الو، ايوه وطي لو سمحت صوت التلفزيون يا سياده النائب. انا بعيد. اتفضل يا سياده النائب. ماذا أيوة قدم بعيد. النائب محمد كلوب الى اهالي دائرته فقوس. والله يعني اللي قدم ربنا سبحانه وتعالى على قدر الطاقه والمستطاع وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأشياء كثيرة في ظل وجود القيادة الرشيدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات العظيمة، وأيضا السيد رئيس مجلس النواب المحترم الدكتور علي عبد العال. ربنا كرمنا الحقيقة بدخول صرف صحي بقريتنا بالقرى المجاورة وال في حدود 13 قرية، قرية النوافعة، قرية السنيطة، عرب درويش، الجواهرة، قرية أزبة، اللهم صل على اسمها العواودة، عرب درويش، أم عجرم، عن سعادتك برضو النجاحي، مشانجو، جزيرة النص، النحاسين، السعدة، الرفاعيين، دول كلهم دخلهم صرف صحي، وإن شاء الله جاري برضو دخول الصرف الصحي في باقي القرى اللي احنا بمشيئة الله بنسعى لدخول الصرف الصحي إن شاء الله فيها، وبمشيئة الله عز وجل برضو ربنا كرمنا برضو ببعض المدارس اللي احنا يعني جبناها من الأبنية برضو، مدرسة الشهيد إبراهيم سلامة كلوب الثانوية بالنوافعة،
ومعهد ديني ايضا بالنوافعه، وبرضه مجمع خدمات ان شاء الله خصصناه وان شاء الله له ميزانيه نازله بمشيئه الله. طيب سياده النائب محمد كلوم، صحية ايضا بسعاده ابو خليل خلاص هيتم العمل فيها، فيها تامين شامل وايضا تطوير في السكك الحديديه. الفدادنا عملنا طورنا محطه الفدادنا بتاعت السكه الحديد، وايضا البيروم، وايضا الصلحيه الجديده الصلحيه القديمه، ومزجان ايضا بالصلحيه، وايضا اللهم صل على الحبيب صلاته لا تغيب بدوام ذكر الله. كوبري هيبقى علوي ان شاء الله برضه في الصلحيه، وطريق ايضا لان الطريق كان متهالك في الصلحيه القديمه، عملنا كيلو ونص من المزجان لغايه نهايه الكتله السكنيه، عملنا اسفلت كان شكله مش كويس برضه، وعملنا المزجان برضه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب سياده النائب طموحك لاهالي مدينه فقوس الذين يريدونك ان تجدد في الثقه، ان تجدد في المعاني، واحنا شفناك انك قاضي شرعي وقاضي عرفي تجلس وتحكم بين الناس، طموحك لهؤلاء الذين ينتظرون الكثير والكثير من النائب محمد كلوم. هو والله يعني ان شاء الله بمشيئه الله احنا يعني جاري برضو طبعا دخول الغاز الطبيعي ان شاء الله بمشيئه الله في كل القرى بمشيئه الله، وبفضل الله عز وجل برضو بعد ما ندخل الصرف الصحي احنا ان شاء الله جاري في دخول في مد طريق السكه الحديد من الصلحيه ان شاء الله الى مدن القناه بمشيئه الله بطول 35 كيلو، وبمشيئه الله تمت المعاينه وان شاء الله هيبدا الشغل عما قريب بمشيئه الله عز وجل. وكما ان هناك طرق كثيره، طريق فقوس الحسينيه الزواج لغايه عزبه المستشار، وكمل بعض النواب الى نهايه الطريق، وايضا سعادتك بمشيئه الله عز وجل ايضا طريق فقوس الزواج، طريق النوافعه ان شاء الله بمشيئه الله، دول عشان خاطر ضمناهم للهيئه والوزاره بمشيئه الله، طريق ام عجرم 20 مليون نزولها برضو. يعني هل يا سياده النائب طريق الفضل. طريق فقوس ام عجرم اللي هي متاكله في لها ميزانيه، او حضرتك تكلمت في مجلس النواب؟ ان شاء الله كنت انا من زمان متكلم مع سياده المحافظ الوزير الدكتور ممدوح غراب، هو وايضا السيد وكيل الوزاره بالمديريه الطرق، وان شاء الله تم اعتماد 20 مليون لطريق ام عجرم بمشيئه الله عز وجل ان شاء الله. اشكرك سياده النائب ويا رب متقدم طرق اخرى برضه يا سيد بيه بمشيئه الله، احنا عاملين طرق كثيره ان شاء الله في هنا في الدائره الاولى والدائره الثانيه داخل القرى، لان الناس ما كانتش بتعرف تطلع من بيوتها في الدائره هنا وهنا في المركز عامه يعني. وهناك طرق سعادتك عندي طريق سعده ابو خليل في سعده ابو خليل، وايضا طريق في احنا برضه عايزين المحافظ يتكلم في الموضوع ده برضه ونشوف المحافظ يعني. اتفضل يا سياده النائب. وسعده ابو خليل ان شاء الله بمشيئه الله دخلها برضه اسفلت، وكفر الاشقم والعوضي وعزبه خريستو والاصلاح والنحاسين والغتيت، عند هنا قرى ما كانش الناس بتعرف تطلع سيد بيه من منازلهم. طيب وهل عرب هل عرب درويش وابو عجرم وكلها صرف صحي؟ لا في طريق ثاني اللي هو رد الشيء لاصله بتاع ترعه الشراجي المعلمين الصنيطه منشيه القاضي، ده برضو تم ان شاء الله بجانب الطريق الثاني وبمشيئه الله. في طرق تمت كثيره في قريه عامر بالهصاميه وعزبه العرب بالخطاره وعرب الحصوه ودوامه، وايضا تم الشغل في ابو صاهو برضو اسفلت بقدر الطاقه والمستطاع ان شاء الله.
وهناك كثير من العمل برضو. شكرا سيادة النائب لهذه المجهودات التي تقوم بها. معنا محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب. ألو. ألو، السلام عليكم يا فندم. معالي الوزير، ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنة وحضرتك طيب وسيادة النائب طيب والشعب المصري كله بخير يا فندم. الله يعزك سيادة الوزير. معالي الوزير، احنا شايفين انجازات لحضرتك في محافظة الشرقية في الحسينية وكبير وكفر صقر. رسالة توجهها من خلال صوت البلد الى 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 اهالي الشرقية. الاول خلينا حضرتك اقول لاهلنا كلهم في الشرقية وفي عموم مصر، نقول لهم كل سنة وهم طيبين ورمضان كريم عليهم، وان شاء الله نعيد كلنا مع بعض وتكون الازمة دي عدت. والازمة دي عشان تعدي لازم كلنا يبقى عندنا الوعي الكافي ونتضافر مع بعض، ان احنا كلنا نحافظ على بعض بقدر الامكان ونحافظ على انفسنا باننا نبعد عن الاماكن المستحمه ونبعد عن الاسواق بقدر الامكان، وان شاء الله كلنا نحتفل بان هذه الازمه عدت على خير ونقدر ساعتها كلنا نقدر نحتفل مع بعض براحتنا من غير اي خوف ولا قلق ولا حاجه. تاني حاجة بنقول لأهلنا، احنا بنقول لهم ان شاء الله الايام القادمة هيستمر العمل فيها بكد وكفاح واجتهاد بقدر الامكان عشان نقدم ليكم كل اللي انتوا ترغبوا فيه وبتأملوه مننا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن اهلنا في كل مكان، وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية اللي احنا مكلفين بيها من السيد الرئيس وتكليفه لينا مباشرة بان احنا نشوف مشاكل الناس ونحاول نحلها وتقديم كل الدعم اللي نقدر نقدمه، وان شاء الله جميعا نكون ايدينا في ايد بعض عشان نشوف المستقبل الجيد. بلدنا محتاجة كتير ومحتاجة شغل كتير ومحتاجة الاجتهاد، وان شاء الله. طب انا حذب بيك بعيدا معالي الوزير، طموحك لاهالي الشرقية في الفترة القادمة، وماذا يريد أن يوصل الدكتور ممدوح غراب إلى المحافظ ممدوح غراب؟ ده في حاجات كتيرة، وده طموحاتنا كبيرة جدا جدا وأحلامنا كتيرة جدا جدا، وإحنا إن شاء الله يعني بنأمل ونطمح إن إحنا نكون المحافظة رقم واحد في كل حاجة، في الخدمات، في الطرق، في الصحة، في التعليم، في المواصلات، الخدمات الإلكترونية المقدمة، والحاجات دي كلها طموحات وأحلام، إنما عشان برضو نقدر ننفذها لازم نبقى على أرض الواقع ونبقى عارفين إن إحنا عشان نبقى نوصل للكلام ده كله محتاجين شغل كتير جدا ومحتاجين إخلاص كتير جدا من جميع العاملين، وإن إحنا كلنا نجتهد في الاتجاه مع بعض واحد لأن كلنا مصلحة واحدة. فطموحاتنا كبيرة جدا جدا للشرقية وأهل الشرقية والمصر كلها، وزي ما حضرتك عارف إن السيد الرئيس يعني تقريبا بيشتغل على مدار ال 24 ساعة في ال 24 ساعة على مدار ال 24 ساعة، وإحنا بنأمل إن إحنا نحذو حذو في تقديم هذه الخدمات والعمل، وإن شاء الله أنا متفائل جدا، وواحدة واحدة إن شاء الله هنعمل كتير. وإحنا برضو بنأكد لأهلنا في الشرقية بنقول لهم إن كمية الاستثمارات اللي اتحطت في محافظة الشرقية من 2014 لغاية النهاردة تخطت 50 مليار جنيه في محطات صرف، في محطات مياه، محطات رفع، في غاز، في طرق، في مدارس، في بعض المستشفيات والمراكز الطبية، وإن شاء الله في مزيد ومزيد. كمية المشروعات اللي بتجرى حاليا حوالي 299 مشروع مختلف قيمتهم 26 مليار جنيه، وتباعا بيتم افتتاح هذه المشروعات. فأنا عايز أقول لحضراتك وعايز أقول للسادة المشاهدين وأهلنا في الشرقية إن القيادة السياسية مهتمة وابتدينا نشتغل جامد في المحافظة بعد ما كان في فترات كبيرة جدا المحافظة ما فيهاش شغل، انما من 2014 بقى في شغل جامد جدا وفي جديه شديده جدا في العمل، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن القياده السياسيه اللي كلفتنا بهذا. اشكرك معالي الوزير. شكرا الوزير الخلوق الدكتور ممدوح غراب، اشكرك يا فندم. من حيث انتهى الوزير ممدوح غراب. الرئيس معنا ضيف الحلقة النهاردة الأستاذ نصر أبو السعود الخبير الاستراتيجي والاقتصادي المتميز. من حيث انتهى معالي الوزير، شايف النهاردة الرئيس بيشتغل 24 في 24 ساعة؟ أيوة. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ نقول إن سيادة الرئيس استلم البلد كانت في أصعب حالات مرت بها مصر، ولذلك هو أول إنجاز أنا بعتبره عمله سيادة الرئيس تثبيت أركان الدولة المصرية، وكانت بتمثل في حاجتين: إنشاء دستور قوي رقم واحد أول ما بدأ، ثانيا إنشاء مجلس تشريعي ليكون بجانب المجلس التنفيذي لتكتمل المنظومة، ثالثا عاد هيبة المؤسسات للدولة مرة تانية، عاد كل هيبة مؤسسات الدولة مرة تانية مع هيكلة قواتنا المسلحة والشرطة، وخلاهم في أعلى تقدم ورقي ما شفناش قبل كده. يمكن احنا بدأنا الحلقة بإنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، انت شايف هذا الرجل الذي يعمل لصالح المجتمع المصري بكل كيانها، رجل 24 ساعة في 24 ساعة بيفكر لكل المصريين في وقت، يعني ايه هذا يعني هذه القدرة الرائعة من رئيس الجمهورية؟ تفسرها بإيه يا معلم استشار؟ فسر يعني حضرتك سيادة الرئيس بصراحة ده عامل يعني مش قادر أقول لك، زي قطار بيشد كل المصريين بأقصى سرعة، ما فيش شفناش رئيس بالسرعة واللي ما في ما بيمشي من الساعة 6 ولا 7 تلاقيه بيرف على المواقع، مش الإنجازات ما تلهاش حصر، ده أكتر من 11، أنت لو مسكت الإنجازات تلاقي أكتر من 11,000 مشروع أو 12,000 مشروع مش هتقدر، لكن إحنا بنتكلم في الحاجة اللي محسوسة الناس العامة، الحاجات الحسية اللي إحنا بنحسها العموم عموما كده بنبداها، اول حاجه حسيه مثلا قناه السويس، اول حاجه الناس حست بيها، ده مشروع ضخم واتبنى بكل من 3 سنين لسنه وبكل حاجه مصريه، يعني حب بعد كده ما فيش. نرجع تاني حضرتك بقى، شوف انشاء اهم حاجه في الاقتصاد، انشاء شبكه الطرق اللي ما حصلتش من 40 سنه في مصر، اكبر انشاء شبكه الطرق حصلت في مصر على مستوى الدولة من جميع الاتجاهات، مش اقليمي بس، ده من جميع المحافظات، انشاء شبكة يعني انت مش عارف اقول قد ما لنا كام الف كيلو قد اللي معمول قبل كده ب 40 50 سنة أكيد. كل ده في فترة ما فيش 5 سنين، انشاء الانفاق اللي اتعملت طول عمرنا عندنا نفا واحد، نفا احمد بقى عندنا 6 انفاق، كل ده في مجموعة ايه؟ 2 في السويس، 2 في بورسعيد، 2 في الاسماعيلية، بقت سينا مرتبطه بمصر دلوقتي ارتباط عادي من كتر الانفاق وكتر الكباري الجديده اللي هيسد رزمها. اكيد يا فندم، اكيد يا فندم. فريق الاعداد هل معانا تقارير او اي حاجه وتليفونات؟ ماشي، معانا الحاج موسى عزو من اهالي قريه المحاميد بإدفو اسوان. الو الو، السلام عليكم استاذ سيد. الله يخليك استاذ النائب، ازي حضرتك يا فندم؟ حبيبي الغالي كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبصحه وسلامه وكل اهلنا واقاربنا الافاضل وكل العاملين في برنامج صوت البلد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. منور الشاشه بامانه حبيبي والله. الله يديك الصحه والعافيه. الحاج موسى عزو، ماذا اردت ان تقول؟ لان احنا هنعرض لك تقرير بعد المكالمه دي، مطالبه اهالي ادفو بخوضك لانتخابات مجلس النواب، فرسالة حبيت توصلها من خلال برنامج صوت البلد إلى أهلك وأقاربك في كل مكان يحبون موسى عزو. ألو؟ ألو أستاذ سيد. رسالة حبيت توصلها من خلال محبة الناس ليك. ألو؟ والله رسالة دي طبعاً محبة الناس دي شهادة أعتز بها وسام على صدري. أكيد يا فندم. اتفضل يا شعب. وشعب ادفو شعب اصيل وشعب محترم. اتفضل. وفي ثقافه، في عندي ثقافه انتخابيه غير الاول، غير العصر اللي عدى ده او غير الفتره اللي فاتت. وان شاء الله الاختيارات الفتره الجايه حتكون اختيارات موفقه. اكيد يا فندم، القياده السياسيه تهتم. اكيد يا فندم، الافضل دائما ان شاء الله يا استاذ سيد. اكيد يا فندم. طيب حبيت تقول للمصريين ايه من خلال وجودك، لانك انت برضو تمثل مجالس الصوت في اسوان ودراو وكومومبو وادفو؟ والله انا احب اقول كلمه لشعب مصر
اول حاجه كل سنه وشعب مصر الاصيل كل سنه وانتم طيبين، وادعو من الله ان يحفظنا ويحفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم وجيش مصر الابيض وشرطه مصر من كل شر ومن كل سوء. اكيد يا فندم، اكيد. نشكرك حاج موسى، ويا ريت الاعداد يجهز لنا التقرير بتاع الحاج موسى من اسوان، اللي التقرير بيتكلم عن الحاج موسى عزو. اتفضل نشوف التقرير ده.